إبر التريكو لوحدها كده حوار، أشتري الستانلس ولا أشتري الخشبية ولا أشتري الدائرية ولا أشتري الأوبشنات اللي بيجيبوها معاها، حاجات كتيرة قوي وفعليا أنا بتوه. ويلا بينا أتوهكم معايا. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بيكم ومعلومة جديدة. معلومة النهاردة عن إبر التريكو، يا ترى هي اوبشناتها الكتيرة دي كده مميزة ليا واقدر اعمل بيها حاجة ولا لأ؟ عالم إبر التريكو شوية مختلف عن الكروشيه التونسي، ولو ان انتوا دايما بتدمجوا الاتنين مع بعض، ولكن في اختلافات حتى في الإبر. ايه بقى الاختلافات يا ستي في الإبر؟ اختلافات الإبر دي لوحدها حكاية. اولا، انت بتحبي تشتغلي بالاسلوب القديم ولا انت زي حالتنا من الناس الجديدة؟ ده حاجة. الحاجة التانية، زي ما بتحبي تشتغلي هيكون طبعا نوع الإبر بتاعتك ازاي. يعني اولا، محبين الإبر الستانلس وجمال الإبر دي. الإبر دي طبعا في منها إبر بتكون ليها نهايات او سدادة في اخر الإبرة، وفي طبعا إبر ما بيكونش ليها اي نهايات ودي بتكون مفتوحة من الجوانب. دي بعمل بيها ايه ودي بعمل بيها ايه؟ المقفولة ديت احنا بنشتغل بيها الشغل العادي التقليدي اللي هو يعني كوفية، اي حاجة ليها قفل. ولكن الناس الجميلة اللي بتحب الاسلوب القديم قوي كانوا بيشتغلوا بالشكل الدائري بالإبر المفتوحة من الجوانب، عشان طبعا الشكل بيكون زي ما انتوا شايفين كده. والشكل ده مش بيكون بس على شراب، لا كمان كانوا بيعملوه في البلوفرات لما بيكون الشغل راوند قطعة واحدة، زي ما احنا بنعمل برضه في التونسي، ولكن انتوا لسه ما شفتوش الموضوع ده معايا. كمان الإبر الستانلس دي في منها خشبية، للأسف انا ما اقدرش اقولك تقدري توفري ايه، لان زي ما قلتلك في بداية الفيديو انا عن نفسي تايهة. ولكن في ناس بتحب الحاجات اللي تطلع من تحت ايديها، يعني تشتغلها بسرعة بسرعة بسرعة، وتكون في الوقت نفسه الإبرة معاها ناعمة وسريعة. الإبرة الناعمة وسريعة طبعا الستانلس هو اللي هيوفر لك الإحساس ده. في ناس بتحب أجواء الشتاء والإبرة تكون مش ساقعة تحت إيديها وبتحس بالدفى كده، والموضوع ده يعني انتوا عارفين التريكو دايما مرتبط بالقهوة وقعدة جميلة وشغل كده على الهادي. فالإبر الخشبية في ناس جدا بتعشقها وبتحس ان هي افضل بكتير من المعدن، وبصراحة هي خطرها اقل، لان في ناس احيانا بتدخل في رجليها الإبرة، وانا شفت الموضوع ده حتى في إبر الكروشيه. ففي بس من اللي هي مفتوحة من الطرفين دي، بس في منها استلس وفي منها خشبي. كمان المقفولة في منها استلس وفي منها خشبي، وفي منها كمان اللي هو الألمونيوم. ونيجي للإبر الدائرية، وده شغل شوية حديث ما كانش متوفر زمان، ولكن حاليا بقى متوفر إبرة بتتربط أو جاهزة كده. الإبر الجاهزة زي ما انت شفتوها معايا دي مش مميزة شوية. لو هي مش خشبية هتلاقوا ان الواير بتاعها أو السلك بتاعها سلك معدني، والسلك المعدني ده بصراحة الأوبشن بتاعه حلو قوي، ودايما الإبر دي حتى لما بجيبها بتتشال بسرعة رهيبة، أقل حد بياخد منها بالخمسة وبتروح كده ما تعرفوش، يعني بتطير فعليا. ولكن الخشبية شوية في ناس مش بتتقبلها، لأن الخرطوم بتاعها بيبتدي يتنى مع كتر الشغل وبتعوق في الحركة، وأحيانا الخرطوم ده بيكون أطول من اللازم فبيكون فعليا ثقيل جدا. عشان نريح دماغنا من فكرة إن هي استلس أو خشب والخرطوم بتاعها أو الواير بتاعها مناسب ليا أو لأ، بنروح على طول لعالم الإبر اللي هي بتتربط. أولا ليها مميزات كتيرة، اقدر اسيب الشغل فيها بسهولة، احط كده السلك بتاعها واخد انا الابرة اشتغل بها اي حاجة تانية مع سلك تاني تماما، سواء بقى شراب سواء غيره. ولو ان ابر الشرابات ليها مقاسات مختلفة، ولكن احيانا يعني بتمشي، او ان انا اشتغل بها ايس كاب او ايا يكن القطعة اللي اشتغل بيها، فبقدر افك الابرة بسهولة. ده مش بقدر اعمله في الابر التقليدية سواء اللي انا ببيعها او اللي هي موجودة في السوق عامة. ده حاجة. الحاجة التانية بجانب ميزة ان انا اقدر افك الابرة، انه كمان اقدر ابدل حجم الابرة. في غرز في التريكو فعليا انا لازم استخدم ابرة يكون ليها جزء رفيع، يعني ابرة مثلا تكون مقاس 4، ومن الجانب التاني الابرة بتاعتي بتكون مثلا مقاس 9، عشان اقدر اعمل تأثير غرزة معين. فانا كده بستخدم خطافين، الخطافين بيكونوا مختلفين تماما عن بعض. بلجأ للإبرة دي، او ان انا بستخدم إبرتين وباخد واحدة من كل مقاس، فعشان اوفر على نفسي طبعا الفلوس اللي هتدفع دي، بروح اخد الإبرة الدائرية وبفك طبعا جزء منها في سلوك بتكون مزدوجة من الجنبين. دي طبعا بتكون خاصة بإبرة التريكو، احنا احيانا بنستخدمها في الكروشيه لان الرباط يعني بيبقى واحد. فلما باجي افك دوت بستخدم مثلا ابره رقم 9 وابره رقم 4 زي ما انا عايزه عادي، ودي بتوفرها لي ابره التريكو.
الدائرية طبعا، بجانب ان انا اقدر افكها بقدر استخدم ابر مختلفة في نفس البروجكت بتاعي، ودي بتديني سهولة وبساطة في الشغل. كمان تخزينها سهل شوية لان ابر طويلة زي ما انتوا عارفين، زي ما قلتلكوا من قبل في التونسي، فهي هي نفس النظام في الابر التريكو. لو طويلة هي بتاخد منك حيز، واحيانا بتضيع بالذات لو هي ابر رفيعة و مدببة مثلا من الطرفين او كده. فتشتري ايه؟ الابر المدببة احتياجاتها كتيرة ومقاساتها كتير جدا، ما بتجيش ابرة لوحدها، ابرتين يعني مزدوجين لوحدهم وخلاص، لا بتيجي في مجموعة كاملة من 10 قطع، من 9 قطع، بمقاسات كمان مختلفة عشان الشرابات وعشان الطواقي، البلوفر، الحاجات دي كلها بتبقى ليها مقاسات مختلفة، فالإبر كمان بتيجي على نفس المقاس ده. إنما في الدائرية طبعا بيريح دماغنا خالص، أقدر أستغنى عن حاجة تانية، ده على حسب شغلك وقد إيه أنت متقدمة في التريكو، ولذلك هتقدري تحددي أكتر أنت محتاجة إيه. ولكن الإبر اللي هي أم سلك دي الشعبية اللي موجودة عندنا حاليا في الوطن العربي، إنما اللي بتتربط للأسف إحنا بنجيبها من امازون او غير امازون، ولكن بنجيبها من بره يعني. وبس كده انتوا بقيتوا عارفين الفروق اللي موجودة في ابر التريكو، سواء انتي كنتي بتحبي الاسلوب القديم او الاسلوب الجديد او بتدمجي ما بينهم زي حالاتي، فهتحتاجي اوبشنات ابر مختلفة مع الوقت. ولكن ابدأي دايما بالطقم اللي بيبقى موجود، في منه بيتباع ابرة مفردة سواء كروشيه تنسي سواء تريكو، الاتنين بيكونوا واحد في الموضوع ده. هاتي ابرة وحيدة وبعدين ابقي هاتي اطقم، واحسن حاجة توفريها انك تجيبي الطقم الدائري وبعدين تبقي تنتقلي للحاجات التانية. ولكن واحنا لسه بنتعلم لازم نجيب ابرة واحدة سواء استانلس او خشب على حسب ما بتفضلي، سواء برضو في التريكو او الكروشيه التونسي الاتنين واحد. هاتي ابرة واحدة بس طويلة وجربي بيها، او ابرة دائرية واحدة بس وجربي، وبعدين اشتري الطقم المريح بالنسبة لك. من الافضل ان انتي ما تضيعيش فلوسك على طقم طويل، هاتي الطقم دايما الدائري. الدائري هيكون مميز ليكي بالذات لو مش بتحبي الابر الطويلة ومسكة الابر الطويلة، فهيكون الطقم الدائري مميز ليكي. ولو ارتحتي في الابر الطويلة هاتي الطقم بعد ما تجربي ابرة واحدة بس، ودايما اختاري المقاس الوسط او الحيادي سواء في التريكو او الكروشيه، اختاري دايما مقاس 4، بيكون مقاس وسط ما بين الصغير قوي وما بين الكبير قوي، لان مسكة الحاجة الابرة الكبيرة زي مسكة الابرة الصغيرة، بتحتاج تحكم في اول مره. لما بتكوني مبتدئه بيكون المناسب ليكي دايما تستخدمي ابره حياديه او وسط علشان تقدري تتحكمي في الشغل بتاعك وايدك تاخد على الابره، وبعدين ابقى اشتري المقاس الضخم او المقاس الصغير. وبكده معلومه النهارده تكون خلصت، كل الروابط هتلاقوها موجوده في صندوق الوصف. لو تشوفوني من على التيك توك او الانستا هتلاقوا الروابط دي موجوده في البايو. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ومعلومه جديده، مع السلامه. Bye.